ولادة الحوت يعرض لأول مرة، سبحان الله العظيم، في أعماق المحيطات، في أسرار وحكايات عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده، وما فيش بشر شافها أبدا، في قلب الضلمة وما فيش نور ولا صوت، لكن في حياة كائن عملاق بتبدأ، حوت أم حامل وزنها 180 طن، يعني تعادل 45 فيل عملاق، مستنية اللحظة اللي هيتولد فيها ابنها في أخطر مكان على كوكب الأرض. النهاردة هيتولد كائن بحجم جبل بمعجزة حقيقية من الله القدير، ولادة بتخطف النفس وتبهر العقل، هتغير نظرتك للحياة للأبد. الضغط رهيب والضلمة خانقة، والأم بتتحرك بهدوء مستعدة لأعظم لحظة، لحظة صعب نوصفها بالكلام، لحظة حياة جديدة، اللحظة اللي ما شافهاش البشر قبل كده، بتورينا عظمة الخالق في الطبيعة. كيف يولد الحوت؟ بعد مراحل كتير في رحم الأم وتفاصيل تحبس الأنفاس، والأم شايلة الجنين سنة كاملة، الأم بالفطرة بتشوف مكان الولادة في أعمق وأبعد وأهدى مكان، في المحيط اللي ما بيرحمش، تروح للمكان اللي اختارته بعناية عشان في اللحظة الحاسمة تحصل معجزة ولادة الحوت. فجأة الأم بتتهز وتتألم وتتحرك وتدفع بكل قوتها. الطفل اللي بيخرج ديله الأول عكس كل الثدييات التانية، بخطة إلهية محكمة علشان راسه تخرج آخر حاجة، وهنا بيكون مستعد لأول نفس له في الحياة بعد خروجه من بطن أمه، في رحلة صمود ضد النور، واللي بتبدأ بدفعة قوية من الأم بسرعة جنونية علشان ياخد أول شهيق، أول نفس. وكل ده بيحصل في ثواني محسوبة بدقة إلهية علشان الطفل ما يغرقش ويحقق أول انتصار له في المحيط المخيف. الأم بتقرب منه وتلف حواليه وتديله أول حضن بكل حب، لكنها بتقوله الحياة مش سهلة، بس دايما هتلاقيني بنقذك، وقلبي دايما هيدق علشان. سبحان الله العظيم اللي وضع مشاعر الأمومة في كل المخلوقات. تبدأ رحلة حياة جديدة مليانة تحديات وصعوبات كبيرة، مدعومة بحب أمه اللي ما بيندهيش، واللي بتتحدى المستحيل علشان تعلم ابنها ازاي يسبح ويعوم ويستحمل برودة المحيط، وازاي يرضع في قلب المية، وازاي يهرب من اسماك القرش اللي مستنية الفرصة علشان تفترسه. الام بتكون دايما جنب الطفل، بتضحي باكلها وراحتها علشان تضمن بقائه لغاية ما يقدر يعتمد على نفسه ويتحول لعملاق المحيط الجديد. هنا لازم نفتكر كويس ان دي رسالة من ربنا لينا، بيقول لنا فيها ان الحوت اللي اتولد في الضلمة عرف يطلع للنور. دعوة من الله لينا بتعلمنا ان ولادة الحوت تشبه قصة كل واحد فينا، واحنا وسط تحديات الحياة، واننا جوانا دايما نور يقدر ينور اي ضلمة في حياتنا، ونبدأ نعيش الحياة بكل اللي فيها من جمال وانتصارات، ونكون جزء من معجزات الخالق العظيم.